بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. وهذه التغطية الخاصة والحصرية لمباريات النادي الأهلي في البطولة الأفريقية والانطلاقة الأفريقية للملك، الملك المتوج على عرش القارة الأفريقية، صاحب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية داخل القارة الأفريقية، والمحقق للأرقام القياسية والألقاب القياسية في دوري أبطال إفريقيا، ثماني ألقاب للنادي الأهلي منذ أن شارك في البطولات الإفريقية في السنوات السابقة، وتحقيقه لأول لقب عام 82 بطولة أفريقية هي الأصعب والأغلى والأقوى مع جيل كبير جدا، جيل الثمانينيات، في بطولة كبيرة أمام الأشانتي في كوماسي. ثم انطلقت البطولات الإفريقية واستمرت حتى عام 2013، وخلال السنوات الأخيرة يسعى الأهلي بكل قوة للعودة من جديد للفوز بالبطولات الأفريقية والتتويج على عرش القارة والتواجد في البطولات والمحافل الدولية من خلال هذه البطولة، وهي أمجد الكؤوس القارية. مباراة اليوم هي انطلاقة أفريقية جديدة لفريق النادي الأهلي أمام جيما أبا جيفارا الفريق الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. هذه المباراة والتي من المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة 6 من مساء على استاد برج العرب. بالتأكيد في هذه الفقرة بيشرفني وبينورني الكابتن ياسر رضوان، أحد نجوم فريق النادي الأهلي، واللي بالتأكيد تواجد في فترات مميزة جدا داخل صفوف فريق النادي الأهلي، وعاد من رحلة احتراف في ألمانيا، وكان من أبرز اللاعبين الذين تواجدوا في مركز الظهير الأيمن سواء في منتخب مصر أو في النادي الأهلي. كابتن ياسر رضوان مساء الخير عليك، أهلا بيك ومنورنا النهاردة. مساء الخير يا محمد، وأنا سعيد جدا أنا موجود معك النهاردة. حلقة النهاردة مهمة جدا وتغطية خاصة لهذه المباراة الكبيرة، مباراة الأهلي أمام الفريق الإثيوبي. بداية يعني المقارنة ما بين البطولات الأفريقية السابقة والبطولات الأفريقية الحالية، كيف ترى هذه المقارنة ووجهات النظر الفنية في هذه البطولات؟ هو طبعا من الناحية الفنية طبعا بقى في صعوبة شديدة في المباريات لتطور الأداء الفني والبدني والخططي طبعا بالنسبة للأندية. يمكن الشق الإضافي كمان بس اللي هو بالنسبة للأندية إن هو كويس دلوقتي حتة الملاعب والأجواء المحيطة حوالين في البطولة أو حوالين المباريات، لكن طبعا زي ما قلت لك يا محمد إن الناحية الفنية والبدنية والخططية صعبت الأمور بشكل كبير. بقى في فرق كتير تقدر تنافس على البطولة، بقى في إمكانيات، في موارد، في لعيبة كويسة، فالموضوع اختلف تماما عن زمان. مباراة النهاردة مباراة الأهلي أمام جيبا أبا جيفارا هي مباراة مهمة جدا في انطلاقة البطولة الأفريقية، لكن خلال السنوات الأخيرة الكل بيتكلم على البطولات الأفريقية بقيمة تسويقية مختلفة تماما. البطولات الأفريقية ومدى قوتها في الفترة اللي كنت متواجد فيها في داخل صفوف النادي الأهلي بالبطولات الأفريقية الحالية، ازدادت صعوبة ولا ازدادت أهمية وتسويقة ورعاية أكتر عن البطولات الماضية؟ لا، هو ازدادت طبعا فنيا وكل شيء عن السابق. دلوقتي البطولة الأفريقية بتمثل حاجة كبيرة جدا سواء للأندية أو للعيبة، إن هي طبعا بتبقى زي سوق ليهم من خلاله الناس بتقدر تتفرج عليه، بيبدأ يخش كمان الأجنت أو السماسرة إن هم يقدروا ينتقوا اللعيبة المميزة. اللعيب بياخدها ان هو ممكن ينتقل لفرق اعلى واقوى، ممكن يحترف من خلالها. لو انت بتتكلم على البطوله الافريقيه ان هو ممكن يحترف من خلال البطوله الافريقيه للانديه، يقدر يطلع اوروبا، فالعمليه اختلفت تماما وبقت مفيده جدا للانديه وللاعيبه.